طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة، هذه الحرية التي تعيشونها. قوم اتحرك يوم من عجب بركت. هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة، رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيره، وتحاسبوه على راتبه، كم يستلم من الراتب، ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب. أنا شخصيا مطشر السامرائي وعارض إلغاء رواتب التقاعد مال البرلمان. تعرف ليش؟ لأن أنا إذا ألغى الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هس الشعب العراقي البائس. هذه فرصة تاريخية للعراقيين جميعا أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة. أمامكم فرصة عظيمة، لا دولة مثلكم في المنطقة، لا دولة مثلكم أيها العراقيين. في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقيون. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في بداية هذه الحلقة حول تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تحدث عن أو اتهم قوات الأمن في العراق عن تدمير ومصادرة منازل عدد من الأسر المتهمة بالانتماء لتنظيم الدولة. نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط للمنظمة، منظمة هيومن رايتس ووتش، لما فقيه، قالت بأن القوات الحكومية ترفض تقديم تصريح أمني لأقارب المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة لاستعادة المنازل التي سيطرت عليها. المنظمة أوضحت بأن قائد الشرطة السابق في الموصل وجهات حقوقية في المدينة أكدوا بأن قوات الأمن استولت على ممتلكات أقارب أفراد يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة منذ تشرين الثاني عام 2016، وأشارت إلى أن هذه الإجراءات منعت تلك العائلات من العودة إلى منازلها. يعني هل هذا إجراء قانوني أم بأنه إجراء أمني، وعلى ماذا بني هذا الإجراء ليتم مصادرة منازل عوائل يشتبه بانتماء أقاربهم لتنظيم الدولة؟ كذلك تقريبا في نفس السياق، اليوم صحيفة الحياة اللندنية تحدثت عن أحكام بالإعدام صدرت ضد 97 امرأة محكومة بالإعدام، كما تحدثت صحيفة الحياة اللندنية، والسجن المؤبد ل 185 أخريات في بغداد منذ مطلع العام الحالي 2018. الصحيفة قالت بأنه منذ مطلع العام الحالي صدرت أحكام بالإعدام على 97 امرأة، وعلى 185 بالسجن المؤبد، و15 بالسجن 3 سنوات، وامرأة واحدة بالسجن لعام واحد. وأشارت إلى أن الأحكام صدرت على خلفية اتهامات بالانتماء لتنظيم الدولة. طبعا هذا، وكانت محكمة جنايات محافظة نينوى أصدرت منذ استعادة الموصل وحتى الشهر الحالي 815 حكما، بينها 212 حكما بالإعدام، 212 حكم بالإعدام. المرصد العراقي لحقوق الإنسان قال بأن المئات من المدنيين في الموصل الذين فقدوا خلال المعارك في المدينة لم يعرف مصيرهم حتى الآن، على الرغم من مرور أكثر من 8 أشهر على السيطرة على المدينة. البيان، بيان المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أوضح بأن عشرات البلاغات وصلته من عائلات وذوي المفقودين تتحدث عن عدم معرفتهم لمصير أبنائهم الذين كانوا معتقلين عند تنظيم الدولة ليختفوا بعد ذلك أثناء العمليات العسكرية،
وطلب المرصد الحكومة في بغداد بالعمل على معرفة مصير الأشخاص الذين فقدوا أثناء المعارك وعدم ترك مصيرهم مجهول. وأشار البيان إلى أن من حق ذوي المفقودين الوصول للحقيقة فيما يخص مصير أبنائهم. إذن أعداد كبيرة كما جاء في المرصد العراقي، مئات من الأشخاص من مدينة الموصل فقدوا منذ بدء العمليات ولغاية الآن، على الرغم طبعا 8 أشهر صار لنا من انتهت المعارك وتم استعادة مدينة الموصل. عوائل هؤلاء المفقودين ما يعرفون أبنائهم وين صاروا ومصيرهم مجهول. صحيفة نيويورك تايمز تحدثت بأن السلطات الحكومية في العراق تحتجز الآلاف من المعتقلين بذريعة الصلة بتنظيم الدولة، بينهم نساء وأطفال. أضافت الصحيفة بأن الحكومة مستمرة في سياسة رفض الكشف عن الإحصاءات التي تتعلق بأعداد المحتجزين في سجونها وحالات الإعدام، وهو ما يضع علامات استفهام عديدة حول مصير المعتقلين في السجون الحكومية. إذن مواضيع عدة اليوم: مصادرة منازل لعوائل يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة كما جاء في تقرير لمنظمة Human Rights Watch، وكذلك الحكم بالإعدام على 97 امرأة و185 بالسجن المؤبد كما جاء في تقرير صحيفة الحياة اللندنية. المرصد العراقي تحدث عن مئات من أهالي الموصل الذين فقدوا، عوائلهم تبحث عنهم وتتحدث وتناشد الحكومة ولكن دون أي رد من قبل الحكومة في بغداد. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذه المواضيع. معنا اتصال أم محمد من السليمانية. تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قناة الرافدين وكادرها. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. هي الحكومة من تقول يعني هم يعني الدولة الإسلامية فرهدت البيوت، لا تعوفها من الموصل وغير الموصل. كركوك من شال يعني فرهد بيوتها؟ من أخذ بيوتها دا يبيع حسة بيها؟ بيوت كركوك من دا يبيع بيها أستاذ عمر؟ ألو أسمعك أبو محمد تفضلي. ألو أسمعك. أي البيوت اللي بكركوك، البيوت هسه مال الكراد اللي بكركوك، الكراد انهزمة الأرض رجعت بالسليمانية حاليا قاعدين. زين بيوتهم من بيبيعها؟ همين داعش؟ ها؟ مو هم الحشد بيبيع ببيوتهم، هم قوات بدر بيبيع ببيوت الأكراد وياخذ فلوسها. بيبيعوها فلسونة طبعا 10,000 مليون و 20 مليون بيبيعون البيوت. ليش؟ يعني هم ليش ما يحتون العدل؟ خلي يعني يحتوها لله، خلي يحتوها لله، يخلون الله بين عيونهم. البيوت اتفرهدت. الحشد فرهد البيوت كلها، فرهدها للبيوت الحشد كلها، عباها بالسيارات العسكرية وداها لبغداد لأهلهم وللمحافظات الباقية. زين هي الموصل أما الأنبار أما غير المنطقة كلها هي الدولة فرهدت بيوتهم. والاعتقال النساء أكثر، هي الاعتقالات أكثر، الاعتقالات لا عرفاني عنها هي دعاوى كيدية أكثر الاعتقالات، دعاوى كيدية تصير. زين بغداد، بغداد حاليا حتى النساء اعتقلوها بوقت يعني طائفية. زين كلها دعاوى كيدية. حتى قد يوم شخص قال شلون هم يندلون هذا البيت، يقول لا احنا نركب قدامهم نشيل يدنا نحك راسنا. يعني هذا البيت الإشارة استاذ عمر. وياي؟ نعم وياك. الو وياك ابو محمد اسمعك. حتى قد يوم انا سألت. نعم نعم اسمعني استاذ عمر بس. نعم. خل احكي لك. تفضلي. قد يوم يعني من صارت هي طائفية يلمون يعني الشباب، قلت شلون هم هذول دا يندلون، دا يجون بالليل والفجر شلون يندلون يعني هاي البيوت دا يشيلون الشباب من الفراش. يقول لا احنا نركب قدامهم من يجون نشيل ايدنا نرفعها لقى فقبال البيت، من نرفع ايدنا يعني بحساب دا نحك براسنا يعني هاي ايدنا تأشر على هذا البيت. نعم استاذ عمر. شباب الشباب كلها باعوها في سبيل بياخذون فلوس، بيش يبيعوهم بعشر ثلاث بعشر ورقات يبيعون البشر. أنا أخويا من الناس بعشرين ورقة باع واحد الشيخ ويا شيخ كربولي ويا شيخ عبيدي
10 ورقه ب 20 ورقه باعوا اخويا. اخويا باعوا ب 20 ورقه والحد هذا الان ماكو. لا نعرف بيه ميت ولا نعرف بيه مسجون وما خلينا ما دورنا عليه استاذ عمر اخويا. يعني اكو بشر يبيعوه ب 20 ورقه ورا خمس بنات وولد ببطن ما الى اسبوع حتى ما يعرف يعني بالدنيا شكو. زين نعم الدنيا يعني قايمه وقاعده ترى الدنيا. محتمل ما حد يحكي يقدر يحكي. اكو شيء اكو شيء يعني بالعراق بس الله هو يدري. زين انت برايك ام محمد جابوا بالعراق نعم يعني نعم. مصادرة أملاك لأشخاص يشتبه يعني يشتبه بأقربائهم ابنه منتمي إلى تنظيم الدولة، باقي العائلة شنو ذنبها من يتم مصادرة منازلهم؟ أستاذ عمر العفو ماكو حظ وبخت، ما إلها كل ذنب هاي الدولة. إذا واحد هو غلطان ليش واحد يعاقب العائلة كلها؟ ليش يعاقب العائلة؟ ليش يأخذون أملاكهم؟ لا هذا الشيء هم متقصدين به على بناء السنة، هم متقصدين بهذا الشيء، هم دا ياخذون املاكهم، هم دا يردون يعني يطلعون السنه من العراق، دا يطلعون السنه من العراق. استاذ عمر قد عندي ملاحظه. رحمه الوالدية نعم بال 2003 بال 2003 يوم 9/4/2003 من طب الاحتلال للعراق كان معسكر الراشديه خالي بجملونات بجهه الناحيه مال الراشديه عند البعامر. من جت الأمريكان من جو من خان بني سعد هم خلوا العراقيين يبوقون يضرب بيش بالهاية العفوي بالدبابة يضرب يعني يضربون القفل مال الجمالونات يكسروها خلوا الأطفال وخلوا الناس كلها تركض تروح تفرهد. نعم. فقامت الأطفال ما تعرف هو شنو هذا الشيء يجيبون شيء يعني حلو هو قدامهم فجام قتل هو باكتها بنفس الوقت جاء طفل شايل جنطة لونها أحمر لحد هسه أتذكر شايلها بإيده ويركض والله أكو رجال شمر جيراننا لحد هسه أتذكرت أبو سيف قال لهم قفل 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 هاي وين مدت جنطة؟ قال لها ما أدري قال تدري شكو بيها؟ قال ما أدري لي تقريبا 12 سنة قال تدري هاي بس راح تفتح الجنطة قنبلة هاي الجنطة بها قنبلة روح رجعها منين جبتها روح رجعها وفرهدا واخذا وباقا نعم والله العظيم راح اقول لك حكايه حتى الشوكليت طشوا على امريكا ونخشوا حتى الشوكليت ام محمد النساء ضربت العيد وهجومها على روسها وقامت ترقص لهم هلا ام محمد من السليمانيه كانت معنا اتصال عبد الله من ديالى تفضل عبد الله عبد الله ابو عبد الله السلام عليكم ابو عبد الله تفضل ابو عبد الله أنا من لندن. السلام عليكم أخي أبو عمر. أخي عمر وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك ولقناة الرافدين ولكادر والسادة المشاهدين. أخي عمر أخي الحبيب أخي نعم. إنه أنا ما كنت أريد الداخل لكن سمعت هذا حمود الهمام إيش اسمه البرلماني نعم. من لندن عذرا أنا قلت ديالة إيه همام حمودي همام حمودي نعم رئيس المجلس الأعلى نعم 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 أنتم الآن هو صورة وصوت قال هذه الحرية الذي أنتم فيه يعني لا دولة مثلكم تحاسبون رئيس الجمهورية رئيس والله شر البلية ما يضحك يعني هنا تناقض شديد يا أخي الكريم أي حرية أخي هل يطلعون الناس على مدى سنة لطميات وعزاء هذه الحرية اللي جابوها وفي نفس الوقت المسؤولين كلهم مثل المالكي هو يقر بنفسه يقول كلنا فاسدون وحنان الفتلاوي يقول شاركنا في الكعكة ويعني أي حرية بس أنا أقول يعني أخي عمر بيان جابر صولاق أنا تكلمت على هذا الموضوع صورة وصوت على قناة CNN عندما كشفوا الأمريكان هناك وتعقيب لأهل السنة في الجادرية أو العامرية أقرب الجريمة قال العدد 7 تخيل الله عز وجل عندما يقول ومن قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا أقرب الجريمة وهذه الحرية اللي يتحدث عنها همام فبينما طارق الهاشمي اتهموا بأنه يدعم الإرهاب والرجل اضطر أن يترك أبو عبد الله ماشي معروف نعم. احنا اليوم عندنا اكثر من موضوع نريد نسمع صوتك يعني منظمه هيومن رايتس ووتش تقول بان هناك مصادره وتدمير لمنازل عدد من الاسر بتهمه انتماء اقربائهم بعض ابنائهم لتنظيم الدوله
برأيك هذا فعل قانوني، فعل إنساني، يتم تدمير ومصادرة منازل؟ يعني هو واحد طلع وشذ من العائلة، حرامي مجرم، هل من المعقول أنه يتم تدمير منزله أو مصادرة منزله لأن والله ابنه أو أقرباءه ينتمي لتنظيم الدولة؟ أخي عمر، هم دمروا المدن بالكامل، دمروا فلوجة، دمروا موصل، دمروا الرمادي، دمروا صلاح الدين. فأنت يعني إيش تتوقع من ناس مجرمين لا يخافون من الله عز وجل؟ يعني هو الأمريكان عندما غزوا العراق ارتكبوا جريمة كبرى، يعني ضربوا القوانين الدولية بأرض الحائط وجاءوا العراق. وجنرال ديفيد بيترايس شخصيا، أنا سمعته شخصيا يقول أخطر منظمتين يهددان أمن واستقرار العراق هو منظمة البدر ومنظمة وميليشيا الصدر. وهؤلاء الميليشيات والحشد الشعبي يرتكبون صورة وصوت أبشع الجرائم، فلماذا يتهمون تنظيم الدولة؟ تنظيم أين كان تنظيم الدولة قبل غزو الأمريكان؟ قبل ما إحنا عندما نتحدث على جذور المشكلة، جذور المشكلة كيف بدأت العراق؟ كيف بدأ هذه الجرائم؟ فأخي عمر، عندما جلبوا هؤلاء الحثالة، هؤلاء الصفوين الذين قلوبهم مليء بالحقد، فلا تتوقع يرتكبون كل شيء. لا يسمعوا لا هيومن رايتس، نحن نقول الله عز وجل، ونقول الله عز وجل، نحن نقول لنا الله، الله عز وجل فوق كل ظالم، والله هدد الظالمين الذين يعتدون على نعم. أبو عبد الله من لندن كان معنا اتصال. أم أزهار من بغداد، تفضلي أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أم أزهار. السلام عليكم. أسمعك أم أزهار، تفضلي. أحييك على القناة العظيمة وعامليها. بالنسبة إلى داعش، هو أصلاً داعش صناعة أمريكية، هم أمريكان دزوه بمساعدة المالكي حتى يسمون على الموصل. هم كان قتلهم مقتولهم الموصل، لأن كانت الموصل تقريبا أكبر محافظة في العراق، وفيها كل الجيش السابق، وفيها القوات الجيدة، وفيها رجال الهمام الذين كانوا لازمين الدولة ويا الحكومة السابقة. بس بالنسبة إلى داعش، داعش راح وهم جابوه وهم ودوه، وبعدين هسه لهم أي حق يتهمون هذول المساكين إنهم داعشيين؟ لأن كانوا مستعمرين تحت أيادي ظالمة من داعش والحكومة مالتنا، فهم ما لهم راح يفلتون بيوتهم ويطلعوهم ويهجروهم حجت داعش. هم هي هاي الدولة هي داعشية، هي الدولة هاي الدولة نزلها يعني مثل ما يسمون حراسة من أصلاً، يعني أصلاً. وإذا عندنا شعب، إذا عندنا شعب متمكن هسه وشعب واعي وشعب بده يعرف شو بده يسوي هاي الحكومة، وخالينها لا تاكلها نفس المجرمين، نفس الوجوه موجودة ويقولون احنا اصلحنا، احنا سوينا. ما شنو اصلحتوا؟ السجون مليانة بالابرياء الموجودة السنة، الموصل دمرتوها، حويجة دمرتوها، كل الاماكن السنية دمرتوها، وهي هاي الخطة مالتكم مال أمريكا وإسرائيل وإيران، وإيران رادت من الله تخش بأراضينا حتى تدمرنا، لأنها إلها ويانا، هي ويا العرب كلها. ما تريد العرب، هي إيران إيران الناس لا عندهم دين ولا ديانة، وهمج وناس قتلة وناس يردون بس يأذون البشرية. فأنا أتمنى من شعبنا أن لا ينتخب، أن يرفض هذه الانتخابات، أن يعاكسها، أن يكون مجموعة كبيرة تعاكس هذه الانتخابات حتى نسقط هذول الدولة العميلة. وأنا أشكرك. أم أزهار من بغداد كانت معنا. معنا اتصال أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك عمر؟ حياك الله، يا أهلا بك. تحية لك يا عمر، تحية القناة الرافدة، تحية الكادر القناة، تحية للمستفدين، تحية لأبو عبد الله اللي يكلم من لندن.
ما يدري في العراق هي ليس دولة، هي منظمة إرهابية. نعم أبو فيصل، انقطع الاتصال مع أبو فيصل. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال من بغداد ابو ياسين، تفضل ابو ياسين. تحياتي لك اخوي على قناه الرابعه. حياك الله. اخي هو تنظيم الدوله كل يعني حتى الطفل هسه قام يهرب، تنظيم الدوله هو اسستها امريكا وايران لكي يسوون خطه على الموصل والانبار وديارة وصلاح الدين، لان امريكا وايران يعرفون اذا ظل العراق هيك تعبان شمال وجنوب يقول لك راح تخرج الثوره لو من الموصل لو من الانبار لو من الجاله لو من صلاح الدين، هذا يعرفونه كل زين، وما تخرج الثوره يقول لك من الجنوب، فشو نسوي؟ نسوي خطه مال داعش، هو داعش هو امريكي وايراني على مود يقتلون النساء والاطفال والرجال، وهذا شفناه والتمسناه وشاهدناه، يريدون يقضون على اسم سنه في العراق، على مود يقول لك الشيعه هذول جوا يدينه الفقره واللي وياهم الميليشيات. اخي وهذا يطلع هذا العبادي مثل العبادي والمالكي وعمار الحكيم اقول لهم نعم نعم اسمعك ابو ياسين تفضل. نعم اقول لهم انتم هم عندكم السنه وتتكلمون على العراق راح نبلط وراح نبني وراح ما ادري شنو. اخي مو هذا العراق صار 15 سنه ما خليت شبر بي ما حطمتوه، اجيت للعراق على ظهر الدبابات دخلت للعراق عندكم عجيب العراق من جماله ونظافته وثرواته ومنور بكل المكانات، يعني اكو شيء بالعراق انتم ما خربتوه، المعامل قعدتوها الزراعه وقفتوها، المي لوثتوه، البشر قتلتوه، شيء قتلتوا عقولهم من حب العراق لا حب ايران. يعني برايك ها ابو ياسين انقطع اتصال معاه، معنا اتصال حسن من البصره، تفضل حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ العزيز بالنسبه لقضيه الاستيلاء على الاملاك العائده للمواطنين. نعم. اذا كان الشخص هذا فعلا هو مطلوب للدوله او عنده قضيه دخل بالنظام قضيه داعشيه كذا فاحنا محكمون. نعم. بس مع اذا كان لا غير ذلك لا هذا غلط. يعني تجيك قوه او احد الاحزاب المتنفذة بالدوله سواء في المناطق الغربيه او المناطق الشيعيه في الدوله على دور عائده للمواطنين بحجه هذا داعشي وبحجه هذا ارهابي وهو ما عليه اي مستمسك فهذا ما مقبول نهائيا. لعل برايك تحت اي قانون يتم تنفيذ هذا الامر؟ هو شنو القانون؟ القانون هسه عندنا احنا قانون مسير حقيقه. لان حتى القضاة والقانون غير مستقر، لذلك يفرض عليه احد المسؤولين ينفذون اوامر باطلاع على هاي الدور، وهذا الشيء مو صحيح اذا كان الشخص لا مطلوب العداله ولا هو داعشي والاستيلاء بوجه غير حق، انا ما احسن ما نقبله. نعم. نعم. حسن من البصرة شكرا لك، معنا اتصال مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. أيوة السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمح لي أولا أترحم على أرواح شهدائنا وندعو الله عز وجل أن يتقبلهم في رحمته ويغفر لهم ذنوبهم يا رب العالمين.
وندع الله عز وجل بالشفاء لجرحانا والإفراج لإخواتنا الأسرة المنسيين في السجون اللي كل الدول نسياهم وسيباهم يندبحوا ويتعدموا علنا. يا رب فرج عنهم، فرج عن العراقيين، واحد صفيهم يا الله، واحد صفيهم من عندك يا الله، انقذ العراق يا الله، عشان هي العراق هو قائد الأمة وحينقذنا جميعا مصطفى. نعم مصطفى، مصطفى أنت كمواطن مصري شلون تشوف، كيف يعني تشوف أنه أو ترى بأنه مصادرة أملاك لأن شخص من هذه العائلة منتمي إلى تنظيم داعش أو أقربائهم؟ اسمح لي أولا نعم أصحح بس معلومة، أنا مواطن مصري من أصل عراقي، ده أولا أنتمي للعراق ولمصر، ده ويزيدنا فخرا وإجلالا وتقديرا، ده أولا. أهلا بك. لأن بدل تنتمي للعراق فأنت تنتمي لكل الدول العربية، ده تصحيح بس لو تسمح لي. نعم. أما حضرتك بالنسبة لاتهام الأبرياء، يعني الناس هتصدقهم إزاي حضرتك؟ أنت إزاي بتحاسب إنسان اتفرضت عليه تنظيم، اتفرض فرض لا جابه ولا دعم ولا عمل، اتفرض علي أنا راجل قاعد في بيت النهاردة ولقيت ميليشيا مسلحة جاية هجمت على بيتي وموقفني ومهددني تحت وطأة السلاح، ماذا أفعل؟ ما هو ذنبي؟ هل أنت دخلت في عقلي شفت أنتمي ولا ما أنتميش؟ بتحاسبني على أوهام أنت عايش فيها؟ فهمني اقنعني، بلاش اللف بلاش الدوران، الهدف الأساسي حضرتك هو تهجير الشعب العراقي كاملا ويجيبوا شعب إيراني مكانه، هو ده الحقد والفتن اللي زرعوها في الوطن حضرتك، هو ده المطلوب بالضبط. فنطالب علمائنا ونطالب تجذتنا ونطالب كل إنسان عنده كرامة وعندك نخوة وعزيرة وبتنتمي لعروبتك بالتقشير على الأنياب، بالتقشير على النياب، وما عادش ينفع السكوت حضرتك. احنا لا قتلنا ولا سرقنا ولا نهبنا ولا انضمينا التنظيمات ولا كنا اوطاننا، ناس مسلمين، ناس من القبائل العرب العريقه الاصيله. نعم. عايزين تحرير اوطاننا، عايزين نعيشوا في سلم، عايزين نعيشوا في موده، عايزين نعيشوا في رحمه، ده هدفنا، هدفنا عدل ومنطق، لا طلبنا جريمه ولا دعمنا جريمه ولا هنضم لجريمه. نعم. ولا نعادي جيوشنا ابدا ولا نعادي كل انسان عنده كرامه، دي هدفنا دي رؤيتنا، ومحدش هيقدر يمنح صوتنا، لان انا سامع في بعض الاصوات كده بتحاول وتلف وتدور. نعم. الشعوب كلها مع الشعب، اسمح لي، الشعوب كلها مع الشعب العراقي، دي الحقيقه اللي محدش عايز ينكرها ابدا، وكلنا بنحب الشعب العراقي وبنحب المقاومه ومتمسكين بالمقاومه المشروعه، ونحيي السيد وزير الدفاع الشرعي ونحيي الضباط الاحرار، وابنائكم موجودين بالملايين ومستعدين يشاركوا، وشكرا لحضرتك. مصطفى السيد من مصر كان معنا. معنا اتصال ابو ناصر من تركيا، تفضل ابو ناصر. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. حيا لحضرتك وقناه الرافدين. حياك الله، يا اهلا بك. خلي استاذ عمر، خلي يسمع الشعب العراقي بالانتهاكات اللي تقوم بها هاي الحكومه المجرمه ضد الشعب. وبالاخص، وليعذرني بعض الاخوه اذا اقول بالاخص ضد اهل السنه بالعراق، وهي هي حقيقه والكل يعرفها، لكن بعضهم ما يرضى ان يسمع الحقيقه وبعدها يمجد هاي الحكومة المجرمة. شخص انغر وانضم لتنظيم داعش، طيب شنو ذنب أبوه أو أخوه أو أمه أو أخته؟ نعم. وليش تعدموهم وليش تصادروا ممتلكاتهم؟ أستاذ عمر، آني وواحد من الناس وياي عشرات العوائل اللي تركوا محافظتهم وبيتهم من أول أسبوع اللي دخلوا بيت دواعش لمنطقتنا. نعم. وبعد ما تحررت المنطقة ودخل الجيش والميليشيات وبالأخص هذا حزب الله، طيب ليش نهبتوا ممتلكات بيتنا؟ بيوتنا ليش نهبتوها؟ انتم مو تقولون احنا طبينا نحرر المنطقه من الدواعش؟ طيب البيوت كلها بها اساسها وبها ممتلكاتها، ليش نهبتوها؟ وين البرلمانيين اللي ذابحين نفسهم بالترشيح؟ ليش ما يدافعون عن الناس؟ وين المعممين؟ وين المرجعيه اللي سيدهم يقول السنه انفسنا؟ نعم. واذا تسمح لي استاذ عمر، اذا تسمح لي بس اريد اوجه سؤال للسيد السيستاني، تسمح لي او لا ما اعرف؟ تفضل. يعني أريد أوجه سؤال للسيد السيستاني وأقول له، أنت أصدرت فتوى أو أنطيت كلمة وقلت السنة أنفسنا، طيب إذا السنة أنفسكم وأنتوا تقولون بأن إحنا شيعة سيدنا علي عليه السلام وأنتوا شيعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني عمر نفس علي عليه السلام؟ وأتحدى يجاوب ويقول إيه نفس علي عليه السلام. هسا احنا ما نريد نرجع لموضوع تاريخي ابو ناصر. لا، هي هاي افتراءات، هاي الاشكاليه. شوف هذول يريدون يغشون العالم. ابو ناصر، احنا هاي الاشكاليه لازم الكل يتركها،
والله منو افضل هاي يا رب العالمين يا ابو ناصر. ماشي ماشي عمر. احنا ولد اليوم، احنا ولد اليوم، احنا نريد نسولف على قضيتنا وعلى همنا، على همنا هم اليوم. اليوم اكو مشاكل بالعراق في كل عموم العراق، احنا في كل حلقه نحاول ناخذ موضوع موضوعين ثلاثه من هذه المشاكل، وما شاء الله يوميه تطلع مشكله جديده في العراق. هذه المصادره ماشي، هو عندهم ابن، ابن اخ، ابن عام واحد من الدواعش، يؤخذ ويتم التحقيق معه والقضاء هو الحكم والفيصل في هذا الامر. شلون انت اليوم بحسب منظمه هيومن رايتس ووتش قوات امنيه تجي صادر منازل، صادر منازل والله لان هذا ابنهم، قريبهم، ابن عمهم ينتمي لتنظيم داعش، تحت اي قانون واي قضاء؟ واحنا جايين الحكومه تسمعها والبرلمانيين والمصالحه الوطنيه والى اخره واستعاده المدن من الدواعش. زين اني استعيد مدينه ودمرت هذه المدينه وقتل الاف الناس وهجر الملايين، نجي احنا هم نخلق مشاكل بعد اعاده السيطره عليها ونخلق الصراعات والحقد ما بين المجتمع في تلك المنطقه وما بين قوات الامن؟ وحتى لو كان تصرف مثل ما تقول الحكومه تصرف فردي، فاكيد هذا الفردي هو مسؤول او ضابط او قائد في تلك المنطقه، هذا راح يؤدي يرجعنا الى المربع الاول والى الاحتقان. الحكومه وين دورها؟ وين دور الحكومه من كل هذه الامور اللي تصير؟ مصادره اموال، اعتقالات، مئات المعتقلين او الاف المعتقلين ما معروف مصيرهم لغايه الان. احنا نريد نسمع صوتك حول هذا الموضوع، وين دور الحكومه في هذا الموضوع؟ متناسيه، ما تقدر تسولف، خايفه من جهات اخرى، ليش برايك؟ استاذي العزيز استاذ عمر، الحكومه مشيتها المرجعيه والمرجعيه مسيطره عليها ايران، فكل شيء اللي يجي من ايران لازم يتنفذ داخل العراق. ايران ما تريد بقاء السنه بالعراق، هذا شيء كل العالم يعرفه، وديسوون كل الطرق بكل الوسائل ديجون ودينتهكون كل كرامه الانسان العراقي السني بالعراق، يردون يفرقون العراق من اهل السنه. يعني نعيدها ونكررها، الانتهاكات مستمره وحقوق الناس منتهكه. نعيد ونكرر نقول المفروض الشعب يقوم بكل شيء يقدر عليه لإزاحة هاي الوجوه العفنة اللي عاثت بالأرض فساد. نعم. وأن يعني أبسط شيء أن يقاطع هاي الانتخابات، ومو بس يقاطع حتى عمر، وإنما يطلع بأول يوم الانتخابات ويدمر كل مراكز التصويت حتى يوصل رسالة لكل العالم بأن الشعب يرفض وجود هاي الزمرة المجرمة. نعم. يعني إلى متى يبقى الشعب ساكت وهذول الناس عايشين إلى هسه بالخيام، إلى هسه مدمرين، إلى هسه بيوتهم مدمرة، الى هسه قاعد يسرقون باموالهم، الى هسه يعدمون بيهم ويعتقلون بيهم ويزجون بيهم بالسجون، وحتى النساء ما خلصت من عندهم، الى متى يبقى ساكتين؟ هذا اللي هو مطلوب من الشعب، ان يقوموا بثوره عارمه يا استاذ عمر. كافي يعني 15 سنه ما كف ظلم، بعدهم الى هسه ما مكتفين من اهل السنه ابو ناصر، ما شبعوا من دمائهم. نعم. مو كافي ابو ناصر من تركيا كان معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود لاستكمال مواضيع الحلقه الاخرى. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال سامي من بغداد، تفضل سامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك حضرتك واعدادات القناه.
حياك والله. تعذرني استاذ عمر، انا صار لي فتره ما متصل يعني. نعم. وفاتتني مواضيع كثيره يعني. نعم. ان شاء الله تسامحني اذا شويه هيك بس شويه. لا طبعا يعني اكيد طبعا. احنا اليوم عندنا استعرضنا تقرير لمنظمه هيومن رايتس ووتش تحدث بان قوات الامن تقوم بتدمير ومصادره منازل عدد من الاسر بتهمة انتماء بعض أفرادها لتنظيم داعش، وكذلك 97 امرأة تم الحكم عليها بالإعدام، و185 امرأة بالسجن المؤبد، و15 بالسجن لمدة 3 سنوات كذلك بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة. وكذلك هناك تحدث المرصد العراقي لحقوق الإنسان بأن هناك مئات من المفقودين خاصة في مدينة الموصل، أهلهم وذويهم يريدون يعرفون مصيرهم، ميتين، طيبين، مسجونين، ماذا يعرفون لغاية الآن مصيرهم وين؟ أستاذ عمر. نعم. بنزح مالك، أنا مع الأخ أبو ناصر 100% اللي ما قاله ويقول إنه هاي حكومة أصلاً هي كلها تابعة لإيران. بس نعم. ليش يعني بس أطلب ما عندك إنه أعرج على موضوع الانتخابات اللي غطيته بس شوية بس تحدث فيه. نعم. في مجال؟ الانتخابات لا، اعطينا رايك وبعدين نجي على الانتخابات. ماشي، اعطينا رايك بهذا الموضوع. الراي من راي ابو ناصر. ابو ناصر قالها اخر شيء، اخر جملتين ثلاثه، انه هي هاي حكومه كلها تابعه لايران. شو توصل ايران بدون يلبسونه صراحه يعني. فاذا اكو اضطهاد من ناحيه الاشخاص لو البيوت كلها يعني تجيهم سامحنا نعم. أسئلة البكالوريا تجي مشمعة وبعدين تنفتح هالشكل. نعم. هذول هالشكل يعني ماشي. ما عندهم أي القصد يا أستاذ عمر. شوف الكيل المكيالين لهؤلاء الناس. شوف يعني خرجت المظاهرات، تكون مظاهرات المنصات وكذا، وهاي يعني هاي لأن المظاهرات ما كان بها صراحة الزخم شيعي. سياسيين الشيعة كلهم سمونا إرهابيين يعني ما بيها مجال. أول واحد هذا المجرم الإيراني نور المالك. نعم. يعني كونوا بعدين قلبوها، كونوا يعني كونوا شو اسمه، كونوا حشد ميليشيات، بس أكثر ميليشيات رحم الله والديك، ميليشيات شيعية تابعة كل الإيران. يعني إحنا شينا وغرينا ودخلوا لها طعموها شوية من هذا المجرم الآخر مش عن الجبوري فقط داتشد. البقية كلهم حتى هذا بنيان ما أدري شو يسموه على أساس ميليشيا مسيحية طلعت 20% مسيحيين، البقية كلهم من الجماعة. فهاي أتوا إلى مناطقنا وحرقوها ويا رتارات الحسين وياك من الدلة. وشوف شوف شوف النفاق يا أخي العزيز. هؤلاء أكثرهم أصلاً العمود الفقري الحزب البعث هم جماعتنا، يعني كلهم أكثرهم شيعة صراحة. نشينوا وخاصة هذول. بس احنا ليش نرجع لذاك؟ ليش نرجع بهذا الموضوع؟ احنا عندنا موضوع مركز. بطلنا بس لا مو مسألة بطلنا، نريد رأيك لأن هم عندنا اتصالات حول هذا الموضوع اللي سألناك عليه. سامي من بغداد، أني أشكرك. سعد من ميسان، تفضل سعد. نعم. طبعا الحكومة عندها استعدادات أن تفتعل أشياء حتى تحارب الشعب. يعني أكو مناطق، في المناطق مثل ديالة وصلاح الدين والمناطق الساخنة يحاولون هذه المشاكل. السكن هو مسافر أو طالع خارج يقولوا له هذا البيت للإرهابي ويبيعون البيت وما يدري صاحب البيت، ويفتحلون أشياء بحيث يخلون الإنسان يرعب أوتوماتيك. هو هذا ديدنهم هاي الحكومة، تخلق أجواء متوترة حتى يسرقون ويبيعون هذه الأموال ويعلنون ترشيحاتهم لحكومة جديدة من خلال هذه الأموال دعاية انتخابية. الجانب الآخر اللي هو مو على بالنا ولا يخطر في يوم على بالنا، إنه النساء تعدم بطريقة عشوائية، لا محاكم، بالدعاء إنه هذه المرأة هي تمارس نشاط الإرهاب. وين أكو مرأة تمارس الوحشية والإرهاب؟ المرأة مسكينة ذليلة تحتمي بأي طريقة
تريد بس تعيش حياتها اليومية. كيف 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 هذه الحكومة تخلق أجواء مو جميلة ضد شعبنا وأبناء جلدتنا في المناطق الساخنة في المناطق الجنوبية، وإحنا ما نقبل كشعب حضاري له تاريخ له رجاله من 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 هب ودب ما يقبلون على هذا التصرف. وياي الحكومة ربما راح تخلق مشاريع جديدة ضد شعبنا وإحنا ما نقبل. نعم سعد. نعم. من ميسان أني أشكرك. معنا اتصال أبو فيصل من السعودية، عاود الاتصال. تفضل أبو فيصل. السلام عليك. وعليكم السلام. شلون عمر؟ أهلا بك. تحية لك يا عمر، تحية قناة الرابطين، تحية كادر القناة. حياك الله. وجه تحية لك وللشعب العراقي الشريف، واسمح لي نحيي الشعب السوري والشعب اليمني. ما يجي من العراق في خوض السلسل هذا المحمد اللي يقول لا دولة المسلمة. نعم أبو فيصل. ما اسمه هذا ويقول لا دولة المسلمة في العراق، لكن هو تدرس حسين. أبو فيصل صوتك غير واضح. أبو فيصل صوتك غير واضح. شكرا عمر، والله يمكن الجواب. أبو فيصل من السعودية كان معنا، الصوت غير واضح. نقرأ بعض رسائل واتساب. يقول أخي عمر، انتخابات البرلمانية في العراق على الأبواب والمرشحون على أهبة الاستعداد لإطلاق مدافع الدعاية الانتخابية المفعمة بالإنجازات الوهمية التي توصلهم إلى كراسي مجلس النواب، وهنا يبدأ الحشد الجماهيري من خلال الطائفة أولا ثم العشيرة والمنطقة التي يسكنون، مستخدمين كل الطرق المتاحة للتعريف بهم وبأنسابهم وبعشائرهم وأماكن العمل التي يشغلون وشهاداتهم الدراسية التي أغلبها دراسات مسائية إسلامية أو قانون إلى آخره. كما يقول ماذا جنينا من نهج الحكومات هذا وطريقة تعاطيها مع الشأن الداخلي غير مزيد من التشنجات والاحتقانات في نسيج المجتمع العراقي وزيادة في العصبيات بين أبنائه وتفسيخا لفكرة الشعب الواحد و الحلم الواحد، بعيدا عن شعارات النفاق الانتهازي المستخدم للاستهلاك الإعلامي في العراق. تظهر مثل هذه المشكلات، يجب إيجاد حلول لها للخروج من المشكلات. مبروك من الإمارات. رسالة أخرى يقول السلام عليكم أخ عمر، والله ماكو حل إلا إذا أزيحت هذه الحكومة وينهض الشعب. رسالة أخرى يقول أخ عمر، المناضل الشيخ همام حمودي هذا اللي بالخارج يشمر العمامة، يقول أنتم يا شعب أرقى بلد في العالم والديمقراطية، عليكم بالبناء. السؤال بيش نبني إذا هجرت العالم وقتلتوهم على الهوية، والنازحين بالملايين وأصحاب الشهادات يدفعون عربانات وحماميل، هذا العراقي لو عميل ما يستحي، والناس تستجدي الخبزة والدور بالزبايل، شلون دين وشلون دولة؟ يقول يتساءل، يقول مع تقدير أخ عمر، هو الحشد كيف؟ هو الحشد والجيش اللي يسرق ممتلكات أهل السنة ويجعلها غنائم بفتاوى من العمائم، أصبحت أسواق في كل المحافظات، هذا دين وهذا شعب؟ هذه رسالة أخرى. رسالة أخرى يقول تحية من أهل الحرمين لأهل الرافدين، إجرام حكومة العصابات أصبح على المكشوف لكل العالم. سعد. رسالة أخرى يقول السلام عليكم أخي عمر، أرجو أن تقرأ الرسالة كاملة لقناة الرافدين المحترمة، صوت لكل العراقيين. صحيح أن كل شخص يعبر عن رأيه وأنا لا أقصد القناة، ولكن بعض المتصلين يتكلمون بالطائفية مثل الأخت أم محمد من السليمانية، يا أختي كل السياسيين فاسدين السنة والشيعة، بس مو صحيح هذا الخطاب يا أختي، هذا الكلام الطائفي حتى القناة ما تقبل. تكلم يعني الفساد، كل إحنا ضد الفساد وكلهم فاسدين السنة والشيعة من السياسيين. وشكرا لقناة الرافدين. زين العابدين ميالي من النجف. في الدقائق الأخيرة لحلقة اليوم كشفت النائبة نهلة الهبابي عن استغلال أموال الدولة بصرفها على الحملات الانتخابية من قبل
بعض الوزراء المرشحين الذين أقيلوا بسبب ملفات الفساد، وقالت بأن العديد من الوزراء الذين أقالهم البرلمان في الفترة السابقة لوجود ملفات فساد إداري ومالي ثبتت سرقاتهم رشحوا ضمن قوائم الانتخابات لغرض عودتهم إلى السلطة، ولافتة إلى أن الأموال التي سرقت من وزارات الدولة تم صرفها على حملاتهم الانتخابية. يعني هذا الوزير اللي تم إقالته اليوم يعود للانتخاب مرة ثانية، والنائب عواد العوادي حمل رئيس الحكومة حيدر العبادي مسؤولية عدم إحالة ملفات فساد وزير الصحة عديل حمود إلى هيئة إلى التحقيق هذا في. وكذلك طبعا حيدر العبادي البارحة في خطاب في الديوانية يقول لن نرحم الفساد والفاسدين كما لم نرحم داعش، وسنقوم باسترداد كل أموال الشعب. هذا خطاب لحيدر العبادي. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أستاذ. بالنسبة إلى مسألة تصدير الأموال، يعني مثل ما يقول السيطرة عليها والاستحواذ عليها بهذه الطريقة من خلال الأملاك والمعاملات والعقارات اللي يملكوها الناس، هي هاي المحاولة الأخيرة لهم نتيجة إفلاسهم. يعني كل السرقات اللي قاموا بها هذه عشرات مئات المليارات كلها ما شبعتهم، فهسه يريدون يستحوذون من خلال النصب والاحتيال بحجة أن هؤلاء بعثيين، هؤلاء إرهابيين، هؤلاء قاعدة، هؤلاء تنظيم الدولة بهالأسماء هذه المسميات، يريدون يستحوذون على كل أموال السيطرة التامة والكاملة على هذه الأموال. نعم أبو عمر. ألو السلام عليكم. أبو عمر الله يخليك، والله ما أعرف على شنو، ما عندنا كهرباء. أبو عمر إحنا اليوم نتحدث عن أبو حسن. أبو حسن من بغداد. أبو حسن، أكو مصادرة منازل وأملاك بالمناطق المستعادة خاصة بالموصل من قبل قوات الأمن. قوات الأمن تقوم بمصادرة وتهديم منازل بحجة والله واحد من أفراد العائلة ينتمي لداعش. نعم، هاي المحاولات كلها يعني في سبيل يعني تدمير ما تبقى من المنطقة. يعني أي تهمة يسوون عليهم، أي تهمة كانت، قبل يذبون بسدون. نعم. وين داعش هم خليطهم هم دول السفلة. وأما هذا هو محمود الملطلط لما يقول ماكو دولة مثلنا، هو بالفعل ماكو دولة مثلنا. يعني خدمات ما شاء الله مدمرة، الطيب مدمر، يعني كل نواعي الحياة كلها مدمرة، والغرض هم يعني إفلاس الناس. نعم. تسير كيانهم. نعم أبو حسن. أبو حسن من بغداد كان معنا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.